السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو مختصر شرح لطريقة التبرع عبر موقع جمعية حياة التراث الإسلامي الآمن والسريع. أول شيء احنا نتأكد من البرع له، بعدين نختار من هذه القائمة المبلغ اللي حابين نتبرع له. خلينا نفترض مثلا يكون 10 دنانير، بعدها نضغط على تبرع بالكينت وراح ننتقل حق صفحة الكينت طبعا، ومثلا هي اخترنا البيت التمويل الكويتي. راح ناخذ رقم البطاقة، طبعا هو راح يحط لنا أول 6 أرقام اليسار، احنا راح نعبي باقي الأرقام مثلا نعبي بهالشكل عشوائي. بعدين راح نختار من هنا من القائمة هذه تاريخ انتهاء البطاقة، وبعد ذلك راح نضغط على رقم السري مثلا للبطاقة. بعد ذلك راح ننتقل حق الصفحة هذه confirm، راح نضغط عليها، وبهالطريقة احنا نقول ان تبرعكم تم وراح تظهر